السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: تصعيد الخطاب الطائفي التحريضي من قبل أحزاب السلطة ونتائجه. مشاهدينا، بدأت القصة في عام 2003 عندما وطأت قدم المحتل الأمريكي أرض العراق الواحد الموحد، واللي كان عبر تاريخ القديم والحديث بلد الجميع وخيراته لجميع أبنائه. ما كان يهم أنت من أي محافظة جنوبية حتى تعيش بالغربية، ولا مهم أنت من أبناء الغربية حتى تسكن في الجنوب، فهذا بلدك من شماله إلى جنوبه. ولكن حتى تسيطر أمريكا على العراق وبمساعدة إيران، وظفت الأخيرة أدواتها من أحزاب وشخصيات لإشعال فتيل الحرب الأهلية بالعراق اللي أحرقت البلد وجعلت الشعب يتقاتل حتى يحدث الشرخ وتضعف أولاً المقاومة العراقية اللي كانت مركزة على عدو واحد، فصاروا أكثر من عدو، وأيضاً حتى يضعف المجتمع ويتخندق من أجل السيطرة عليه من مجموعة من المجرمين والفاسدين. ويرى البعض أن اللوم يقع في حينها على الفئة اللي تقاتلت من الشعب العراقي بسبب انقيادهم من دون تفكير إلى حرب أشعلت فتيلها إيران بتفجيرها للمرقدين العسكريين في سامراء باعتراف وزير الداخلية الأسبق فلاح النقيب. ورغم انتهاء الصراع الطائفي المسلح، إلا أن الأحزاب اللي حكمت من ذلك الوقت إلى اليوم تلعب دائما على هذا الوتر. ويمكن الفترة الأخيرة كانت خير شاهد على تصعيد الخطاب الطائفي والتحريض من الأحزاب. فمثلا عمار الحكيم صار يتحدث بالمكون الأكبر واختلال التوازن قبل انتخابات مجالس المحافظات، ومقتدى الصدر اللي ميليشيا جيش المهدي اللي يقودها ذبحت آلاف العراقيين ينشر قضايا جدلية فيها نفس طائفي مفضوح. وكذلك الأمر بالنسبة للمالكي والعامري والخزعلي، بل الأمر تعدى الأحزاب وزعماء الأحزاب وصار أداة تستخدمها مرجعية النجف عن طريق ممثليها ومعتمديها بطرق غير مباشرة. طبعا من الأمثلة على هذه اللغة هو اللي صار بانتخابات مجالس المحافظات، رغم أنها مقاطعة من الشعب، لكن النتائج المعلنة من قبل مفوضية الانتخابات أظهرت تقدم الحلبوسي في بغداد، فخرج البعض يقول بغداد رجعت لأهلها، وآخرين يقولون بغداد إطارية شيعية. ولو تمعن القارئ لهذه الشعارات والتصريحات لتبين له أن من يقف وراء ترويجها هي نفس الأحزاب. وإلا متى كانت بغداد إطارية؟ أو متى كانت بغداد لشخص متهم بالفساد كالحلبوسي؟ بغداد لأهلها العراقيين بغض النظر عن الدين أو العرق أو المذهب، العراق لأبنائه مو للأحزاب. فهل يعي الشعب العراقي حجم الخطر المحيط به بسبب هذا التأجيج الطائفي وإثارة الفتن؟ وهل عند الوعي الكافي حتى يفهم أنه كافي دم في سبيل بقاء شخص فاسد دمر البلد وما قدم أي شيء؟ وبرأيكم مشاهدينا الكرام، لماذا لم تفعل الحكومة قانون واضح وصريح يجرم الحديث بالطائفية ويعاقب عليه؟ ننتظر مشاركات حضراتكم للإجابة على هذه التساؤلات ولإبداء الرأي بموضوع حلقتنا في هذا الأسبوع: لماذا يتصاعد أو تتصاعد حدة الخطاب الطائفي من قبل الأحزاب، أحزاب العملية السياسية في هذا التوقيت؟ ليش الآن نرى هذه المحاولات لإثارة الفتنة؟ نشوف مواقع التواصل الاجتماعي فيها أطروحات طائفية واضحة، فيها محاولات لإثارة الفتنة لإشعال الصراع ما بين مكونات المجتمع العراقي من قبل أدوات هذه الأحزاب وأتباع هذه الأحزاب وآلتها الإعلامية وزعمائها. طبعا خلونا نشوف رأي الشارع العراقي. طبعا نزلنا إلى الشارع كما عودناكم في برنامج منبر الرافدين، التقينا بمواطنين عراقيين، سألناهم عن رأيهم بهذه السياسات والنهج المتبع من أحزاب السلطة، سألناهم عن موقف الحكومة والقانون الغائب عن قضية محاكمة ومحاربة وتجريم ومعاقبة كل من يتحدث بطائفية أو يثير هذه النعرات ويحاول أنه يثير الفتن ويشعل صراع أهلي داخلي في العراق مرة ثانية. ليش هذا القانون غائب؟ ليش ماكو موقف حازم من هاي الحكومة اللي تقول العراق للجميع، احنا بلد مستقر، السنة أنفسنا، الشيعة أهل البيت، وغيرها من هذه الشعارات
والتصريحات. ليش ما شفنا موقف حازم وصريح لحماية المجتمع العراقي من التشظي، من التشتت، من حدوث شرخ جديد بسبب هذه الطائفية اللي تستخدمها شخصيات تظهر على وسائل الإعلام بلسانها الصريح من دون فبركة أو كلمات مكتوبة، بلسانهم صوت وصورة، يتحدثون بلغة طائفية. خلونا نسمع ونرجع نكمل. مو أعتقد جازماً أنه السبب لهذا الاحتقان اللي يصير، يعني سواء طائفي أو عرقي، لأن هي القضية متجددة. تنتهي قضية طائفية تبدأ قضية عنصرية، تنتهي قضية عنصرية تبدأ قضية سياسية. السبب هو الاحتلال الأجنبي في البلاد، يعني الاحتلال الأمريكي والبريطاني والصهيوني وبعض الدول الجوار للأسف أيضا لهم تدخل في الواقع، وهذا ينعكس على الأحزاب أيضا. راح أجابك جواب بما يعني في قلبي، والله يعلم أن المجتمع العراقي لا يزال متماسك بالوعي عند العشائر، عشائر العراق وعند الناس والمثقفين، وهذا الحرص اللاشعوري يعني هاجس عند الإنسان العراقي أنه بلده يحافظ عليه بأرضه وسمائه، و يعني لا يفرط ببلده. لكن يعني أرجو أنه حتى لو أنا يعني ألح على هذا الموضوع، لكن الأحزاب السياسية، الاحتلال الأجنبي تنعكس سياسته وتدخلاته على الأحزاب السياسية، فيدخلون في صراعات أيضا تنعكس على الشارع العراقي. البعض منهم للأسف يعتبر أنه هو مجرد كلام، مجرد يعني هذا التلاعب بالكلمات الطائفي وإثارة، هو يعتبرها مسيطر عليها، يعني ذات تأثير محدود، إنما الغرض منها هو سياسي، لأنها اللغة المتداولة والتي يعني هي جزء من العمل السياسي في العراق. الطائفية المقيتة التي مر بها المجتمع العراقي من 2005 و2006 كان لها وقع وأثر كبير على المجتمع العراقي، وإن شاء الله كل العراقيين فاهمين واعين على الهجمات الشرسة من بعض دول الجوار أو من بعض الدول الإقليمية لتخريب النسيج للمجتمع العراقي. إن شاء الله كل المجتمع العراقي واعي لهذه القضية، وإن شاء الله لا عودة للطائفية بوجود الغيارة من أبناء الشعب العراقي. هذه قضية تستطيع أن تسأل السياسيين، هذه قضية سياسية، وقضية سياسية الدستور كفيل بحلها، لأنه قضية الطائفة وقضية التحشد الطائفي بالنسبة للانتخابات هاي واضحة كانت بالانتخابات هاي الحدث قبل أيام، وكانت الموضوع الطائفي واضح جدا بها، شفتوا عن النتائج اللي آلت بها الانتخابات كانت طائفية أكثر مما هي حزبية أو هي سياسية. لن تنجح كل الأحزاب السياسية والدول الإقليمية والدول العالمية بتفريق المجتمع أو النسيج المجتمع العراقي، لأنه كنا أخوة ومتحابين، وإن شاء الله لا فرق بين السني والشيعي ولا مسيحي وصابئي ولا كردي وأيزيدي، كنا واحد إن شاء الله من الشمال والجنوب ومن الشرق إلى الغرب، مجتمع عراقي واحد تحكم العلاقة الاجتماعية والعشائر اللي نرتبط بها. والله ذول الأحزاب دي يدعونا طائفية مشكلة، يعني احنا قوة افتاحينا من ضحنا الأرهاب من هاي المناطق اللي احتلوها ونرجعونا، والله موتتنا الأحزاب مع الأسف. مع الأسف هيك العراق يصير، مع الأسف، لأن هم إذا هم يسوون الطائفة شلون يعاقب نفسه؟ النقطة الأخيرة اللي ذكرها الأخ المتحدث، آخر متحدث بالمقطع، اللي هو السؤال اللي طرح عليه هو لماذا لا تفعل الحكومة قانون واضح وصريح يجرم الحديث بالطائفية ويعاقب كل من يستخدم هذه اللغة بالترويج إلى قضية معينة أو استغلالها بقضية معينة، والحديث طبعا بالأخص عن الأحزاب السياسية. يقول هم اللي يستخدمون هذه اللغه الطائفيه التحريضيه المثيره للفتن، شلون تريدهم يعاقبون نفسهم؟ هم اللي يستخدموها. اذا طبعا هذا حال او لسان حال كثير من العراقيين يشوفون بان الحكومه، او اغلب العراقيين يشوفون الحكومه هي راس الافعى، هي راس الطائفيه، هي المحرك
للطائفية بالعراق. الأحزاب اللي تشكل الحكومات هي أساس الطائفية، هي اللي أوجدت هذه الشعارات، وهي اللي أدخلت هذه المفاهيم إلى المجتمع اللي كان ما يعالها أصلاً لسنوات قديمة سابقة، لكن بعد الاحتلال كانت هي الأداة اللي قادت إلى حدوث الصراع الأهلي المسلح، إلى حدوث شرخ داخل المجتمع العراقي. وإلى اليوم تحاول هاي الحكومة وهذه الأحزاب توسعة الشرخ هذا حتى تستمر سيطرتها باستمرار ضعف وهوان المجتمع العراقي. طبعا هم اللي يريدوه، هذا اللي يريدوه وهذا اللي يسعون إلى دائما. ومؤخرا تصاعدت حدة الخطاب الطائفي والتحريض من الأحزاب بسبب أعتقد يعني إن هم شافوا المجتمع العراقي وصل إلى مرحلة من التكاتف، من الإجماع على رأي واحد وهو مقاطعة العملية السياسية. نبذ هذه الأحزاب رفض العملية السياسية وإفرازاتها، وبالتالي يعودون بالطائفية مرة ثانية حتى يضعفون هذا المجتمع بإشغاله بالصراع الداخلي وهذه المناكفات اللي ما لها أي نتيجة إيجابية للمجتمع في سبيل سيطرتهم. خلونا نسمع رأي السيد أبو علي من لندن. تفضل يا أبو علي. أبو علي. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة هم الميليشيات والأحزاب ما يصدرون قانون، يعني ليش ما يصدرون قانون الطائفية؟ يعني مثلا يتكلم بالطائفية ينسجن أو يتغرم أو كذا. هم مستفادين من هاي الطائفية، جابوها من 2003 لحد هذا. بس أنا برأيي من بعد ثورة تشرين خلصت، انتهت هذا الكلام الطائفي بعد ما ينطلي على العقلاء وعلى الشرفاء. هذا الكلام الطائفي خلاص، الطائفية انتهت. هم يعني جاي يحاولون يعيدون النزعة الطائفية والكلام الطائفي، انتهت خلاص. بالعكس هم كل ما يظلون بالحكم كل ما يسخطون أكثر. يعني وهذا أكبر دليل هاي الانتخابات اللي راحت. يعني أكثر يعني أهل الشيعة انتخبوا الحلبوسي. أكثر الشيعة انتخبوا الحلبوسي. شوف أبو علي، أنا بس خلي أجيب لك نقطة. إحنا أصلاً فكرة المفاهيم الشيعة والسنة هي المصطلحات اللي تستخدمها الأحزاب وزعماء الأحزاب أثناء طرحهم لأي قضية. الاستخدام المصطلحات الشيعة والسنة ما منها أي فائدة ولا منها أي شيء إيجابي يعود على المجتمع العراقي سوى فقط تأكيد الشرخ وتثبيت التفرقة. ذولا أبناء الوطن عراقيين. أنا السؤال أنه بانتخابات مجالس المحافظات بالحديث عليها، أنه ليش ما كانت أكو أحزاب مثلا، أحزاب تابعة لمذهب معين أو اللي يمثلوها يحسبون على محافظة معينة، ليش ما رشحوا بالمحافظات الباقية؟ مثلا أهل الغربية ليش ما أحزابهم تواجدت بالجنوب؟ ليش أحزاب الجنوب ما تواجدت بالأنبار وصلاح الدين؟ أنا طبعا نتكلم عن المفهوم العام. هم اللي يأكدون ويرسخون جذور الطائفية والتفرقة عن طريق عمليتهم السياسية. نعم استاذ محمد، ذولا فشلوا بالطائفية. حتى أحزاب السنة وأحزاب الشيعة هم حاولوا يخلطون وحاولوا بس فشلوا بالطائفية. الآن الشعب وعى الشعب العراقي وعى، ويعني وصل إلى مرحلة ذولا كان أحزاب السنية وكان الشيعية والكردية ذولا يعني ما جايين لمصلحة الشعب العراقي، ذولا جايين لمصلحة دول ولمصلحتهم الخاصة. يعني الطائفية انتهت. سؤال سريع لك، أريد إجابة سريعة أبو علي لو سمحت. لو يعني الاقتتال الطائفي في السابق اللي صار ما بين العراقيين، هل خدم أبناء البلد بأي شكل من الأشكال أم خدم أبد الأحزاب اللي نمت وغذت هذا الفكر؟ أبد أبد أبد، بالعكس ضر الشعب العراقي وضر أبناء البلد، بل خدم الأحزاب وخدم إيران صراحة. نعم. أقول لك نعم. خدم إيران هذه النزعة الطائفية. شكرا جزيلا أبو علي من لندن، وصلت الفكرة. ويانا أبو محمد من تركيا، تفضل يا أبو محمد حياك الله. أبو محمد من تركيا، أبو محمد موجود؟
طيب فقدنا اتصال ويا ابو محمد، ويانا علي من الناصرية. تفضل يا علي، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخوي العزيز، حول معاناة علي. علي بس اريدك تنصي صوت التلفزيون وتسمعني من الهاتف فقط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. علي، علي بس اسمعني يا علي، ركز وياي، نصي صوت التلفزيون. السلام عليكم. وعليكم السلام، نصي صوت التلفزيون يا علي. يعني ضيعت الوقت عليك يا علي. علي أرجو منك من تشوف وتسمعني هسه عن طريق الشاشة تخابر مرة ثانية، تتصل تخفض صوت التلفاز للأخير حتى لا يصير صدى صوت ما بين التليفون وما بين التلفزيون. تمام يا علي، أشكرك يا علي. عاود الاتصال، عاود الاتصال يا علي. طيب ويانا أبو محمد مرة ثانية، تفضل يا أبو محمد. أبو محمد، أبو محمد رجاء نص صوت التلفزيون. تفضل يا ابو محمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ محمد، شلونك؟ شلون صحتك؟ حياك الله، حياك الله ابو محمد، كل الهلا. الله يبارك فيك. ناس صوت التلفزيون. نعم، تفضل. اسمعني مو خيه؟ اسمعك يا ابو محمد. ابو محمد رجاء يا ابو محمد اذا تسمعني. نعم. ألغي, ألغي, ألغي صوت التلفزيون تماما لو سمحت. نعم لاغي. تفضل يا أبو محمد. والله احنا بالنسبة للطائفية يا أخي، والله العظيم يعني احنا ما نريد طائفية، نريد هالبلد يستقر. نعم يعني أبو محمد اليوم ليش دا نشوف مرة ثانية دا يرجع مستوى الطائفية أو اللغة الطائفية المستخدمة من الأحزاب بالارتفاع مرة ثانية؟ يعني احنا دنشوفهم او شفناهم قبل الانتخابات بدأوا يتكلمون عن انه لو الشيعة ما ذهبوا للانتخابات راح تميل الكفة للسنة، راح يختل التوازن. انا بس اسأل، هم مو يقولون هذا بلد واحد واحنا شعب واحد؟ ليش يتكلمون لعد بمكون اكبر ويتكلمون باختلال التوازن وهم لا عندهم احصاء حقيقي ولا عندهم احصاء دقيق ولا اصلا يعرفون عدد العراقيين وانتماءاتهم المذهبيه اللي موجودين بالعراق واللي خارج العراق؟ دي يبنون بناء على يعني افكار معينه او توجه معين، ما عندهم اي دليل على اي شيء ذكروه. طيب ليش مستمرين بهذا الطرح؟ والله يا استاذ محمد يعني هي اكو نفوس ضعيفه، يعني اكو نفوس ضعيفه. العالم شتيد، تريد هالعالم يعني يستقر الامن ويستتب الامان بهالبلد هذا، عرف شلون؟ ليش خياراتنا تروح لغيرنا؟ يعني احنا ما يصير. شوف يعني هالشباب هاي الخريجين يعني العمل يعني كله خارج، جاي يجيبون بنغلاديش والهذا، والعراقيين دايحين بالشوارع، يعني الله ما يقبلها. يعني خلهم شوي على الشعب. كافي والله بزعه العالم يا اخي، عرفت شلون؟ راح تفيد البلد، راح تفيد البلد بأي شكل من الأشكال لما يتكلم مسؤول بالدولة عن قضايا دينية صار لها أكثر من 1400 سنة أو 1000 سنة، أو قضايا دينية يدخلها بالشأن السياسي في العراق أو بالمجتمع العراقي اللي هو المفروض إحنا اليوم وصلنا إلى مراحل من التقدم والتطور العالمي المفروض إحنا نواكب؟ ليش احنا بعدنا عايشين بهذه الحقبة المظلمة اللي هي مشكوك بأمرها ودقتها وغيرها؟ نعم والله عايشين بالرعب وعايشين هاي من وعينا احنا للدنيا، يعني جاك الوهو وجاك الذيب. ما يصير، احنا نريد هالعراق يستقر وترجع هالعالم، يرجعون هالنازحين، عرفت شلون؟ ليش يعني هالبلدان كلها قاعدة ومرتاحة هسه؟ احنا بتركيا والله انا اتمنى هالأمان هذا اللي بتركيا، الله شاهد ورقيب. أتمنى يعني يصير بالعراق. نعم. زين، متعايشين أشكال الأجناس هنا، ما تعرف، ما حد يسألك منين، عرفت شلون؟ الله وكيك. طيب كم من دولة أبو محمد أنت عشت بتركيا وعايش بتركيا وده تشوف كم من دولة
بها تعدد أديان وطوائف أديان ومذاهب أكثر من العراق ودول متقدمة وتبني وتزرع وتصنع. طيب أنتوا شنو يعني؟ أنتوا واحد عن البشر؟ والله ما أعرف يا أخي ما أعرف، بس ندعي من الله سبحانه وتعالى يعني أن يهدي نفوس هالعالم هاي هالأحزاب اللي يعني متذارحين على هالسلطة. هيك أحزاب يا أبو محمد، هيك أحزاب تسعى وتدفع الشعب أنه يقتل بعضه تستحق أنه تبقى بالمكان مرة دقيقة واحدة إضافية؟ لا والله ما نعم. ما حد يقبل ولا نعم. حد نعم. يرضى بالظلم ولا حد، ناس تيجي تعيش بأمان نعم. وتثير، عرفت شلون؟ نعم أبو محمد أشكر حضرتك للمشاركة، كنت معنا من تركيا ويانا أبو علي من الديوانية، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيب الهند ب 200 ديانة بي. نعم. أمريكا بها الديانات كلها، كل الدول الديانات وعاشة مسالمة، لا كانت سنية بغداد ولا كانت شيعية بغداد. نعم. احنا نبحث عن شريف يحكم. بغداد عراقية يا أبو علي، بغداد عراقية بغض النظر منو يدير البلد أو منو يدير المحافظة. حبيبي كل عراق واحد، هو كل عراق واحد. وكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال أكرمكم فرد شيء عن شيء. حبيبي نعم نعم، الريد اللي يحترم حقوق الشعب، الريد اللي يحترم الشعب من كل الديانات، جيبه بالله يهودي. نعم والله انتخبه والواحد لا يرحم بالناس. نعم نعم، الله وكلك ذلك دولة الطائفية أصل ما كانت تتم الشعب ولا كانت تتم الطائفية ولا يعرفون الدين، لا كان هو سني ولا كان هو شيعي. هذا اللي يردون يفرهدون لا أكثر ولا أقل. يريد يستلم منصب يفرز بيت خندق طائفية. أنا أريد أسألك يا أبو علي، أنت بالمحافظة القادسية، محافظتكم تعتبر واحدة من أفقر المحافظات العراقية وأكثرها معاناة، طيب إشفاتكم هذا المسؤول أو المحافظ أو عضو مجلس المحافظة اللي يقول أنا شيعي أولا قبل أن أكون عراقي، إشفادك أنت يا ابن الديوانية؟ هل وفر لك خدمات؟ هل وفر لك بنية تحتية؟ هل بنى لك مستشفى، مدرسة، فد شيء يفيدك؟ هذا الكلام نفسه طبعا موجه لأهل نينوى، أهل صلاح الدين، أهل البصرة، نجف، كربلاء، كل العراق. ابن المحافظ اللي يقول أني أمثل الطائفة أولا قبل لا أمثل المحافظة، أو أني أنتمي للطائفة قبل لا أنتمي للبلد، إيش حقق للمحافظة؟ لا والله حبيبي كل حتي بحتي الله وكيلك. هسه احنا قاعدين لو جاي بنا يهودي حاطنا بالديوانية يرحم بحالنا، الله وكيلك بالتجاوز وبالزراعة قاعد لك تحددك بالشفل، ازيحك ازيحك يا بكا، انتم ازيحونا، انتم تقولوا من طائفتنا، الله وكيلك البريطان جاوا رحمونا بنونا مؤسسات لحد الان عندنا تشتغل، ولا الدول المتعاقبة الله وكيلك ما بنت لها مدرسة، يبني لها مدرسة للدولة ويبني لها 10 مدارس خصوصية لها بفلوسها، يعني المدرسة. طيب إيش تنتظر هذه الأحزاب برأيك يا أبو علي؟ إيش تنتظر من فكرة إعادة تأجيج الفتن وإثارتها وإثارة النعرات الطائفية بين المجتمع؟ إيش تريد توصل إلى شنو؟ والله هم يردوا لي شوصل العراق 3/4 قبور صار كله بقت الطائفية راحت. نعم. من قلنا لهم، قلنا ذول المسؤولين والله العزيز ما كاتلتكم الديانة ولا كاتلتكم الدولون على طائفة، كاتلتكم الأموال، دينكم دنانيركم لا أكثر ولا أقل. نعم نعم، جزاك الله خير. شكرا جزيلا أبو علي من الديوانية. ويانا السيد علي من الناصرية، تفضل يا علي. فقدنا الاتصال. طيب يا شباب، بما أنه علي عنده مشكلة أرجو الاتصال بعلي من الناصرية حتى نسمع وجهة نظره، لأنه عنده يبدو خلل. خلينا نسمع أبو أحمد بن الرمادي، تفضل يا أبو أحمد حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك أخوي العزيز الرحمن. كل الهلا يا أبو أحمد، تفضل. أخوي العزيز العفو، بالنسبة للخطابات الطائفية اللي الآن موجودة نعم تحت طاولة السياسيين نقول أو ينطقون بها دائما من 2003 لحد هذا اليوم متكررة، يعني لم تنقطع أبدا. نعم.
حاليا الوضع بالعراق متوتر، يعني ابسط يعني ابسط الامور نقول بالنسبه للانتخابات اللي هسه حاليا انا دا اشوف نتائج الانتخابات اللي موجوده. تدري انت زادت حده الخطابات الطائفيه بعد الانتخابات هاي الاخيره مجالس المحافظات. نعم. شلون؟ بانه المناطق السنيه اعطت الاصوات كذا صوت كذا يعني عدد المناطق منطقه عفوا محافظه بغداد كذا اصوات الحلبوسي وكذا وحي العامل انت شفت اللي صار قبل يومين ثلاثه رفعوا صور المقبور سليماني وهذا المهندس فصارت مواجهات بيناتهم فهاي الامور حاليا بدات الامور تصعد اكثر يعني تصعد اكثر وخاصه حاليا هسه نتائج الانتخابات اللي موجوده حاليا تقول بانه دوله القانون اول وتحالف نبني ثانيا والحلبوسي ثالث. طيب انا اي شنو اذا نعم اذا هذه الحاله شوف يعني راح تبدي الخلافات السياسيه ومن بعد الخلافات السياسيه راح توقع وين على عاتق الشعب. انا بس اريد اقول ابو احمد هم ان شاء الله باسهم بينهم لكن احنا 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 نريد نسال الشعب ايش راح يستفيد لما تكون اكو صراعات طائفيه بين الاحزاب اللي يريدون يصدروها للمجتمع العراقي اللي يريدون يخلون اكو دائما شرخ واكو دائما تفرقه واكو دائما حرب ان لم تكن بالاسلحه فهي بالكلام فهي بالتنابز على مواقع التواصل الاجتماعي فهو بالتوتر مثل ما وصفت حضرتك. الشعب العراقي هل عنده هذا الوعي والإدراك الكافي لحقيقة هذا الترويج الطائفي من الحكومة وأحزابها؟ طيب عزيز نعم الشعب العراقي الواعي اللي هو أكثر نقول الواعين هم أكثر طبعا أكثر من هاي الأمور منتبهين هاي الأمور الأمور الطائفية نعم. والدليل على ذلك والدليل على ذلك من حسبه الشعب العراقي منتبه لهاي الأمور البارحة نزلوا قرار بتطويع 8 مليون لجهاز مكافحة الإرهاب طبعا هو مو راح نجي لهاي الجزئية عاشتيدك أبو أحمد راح نجي لهاي الجزئية راح نشرحها وأريد حضرتك تتابع حتى نشوف هاي اللقطات. أشكرك أبو أحمد شكرا جزيلا. بس قبل لا أخذ السيد مظلوم من صلاح الدين ثواني فقط سيد أبو أحمد تحدث عن جزئية تتعلق بجهاز مكافحة الإرهاب ويقولون أكو 8 مليون يريدون يطوعوهم أو يتطوعون إلى جهاز مكافحة الإرهاب. خلونا نشوفكم جهاز مكافحة الإرهاب اللي هو المفروض هاي الأجهزة الحكومية أولا تكون حيادية الأجهزة الأمنية المفروض تكون حيادية لا تمثل أي فئة أو أي مجتمع أو أي جزء من المجتمع لأنه هي المفروض وظيفتها لخدمة وحماية الكل. هاي اللقطة عرضونا إياها يا شباب الصورة لاستمارة التطوع لجهاز مكافحة الإرهاب. هالاستمارة اليوم أي شاب عراقي يريد يتطوع في جهاز مكافحة الإرهاب عليه أن يقدم أو يكتب بياناته أو يملي البيانات في هذه الاستمارة. ركزوا لي بالخانة رقم 8 أو العفو هاي مو 8 هاي أعتقد السهم نعم ركزوا لي في خانة المذهب شيعي أم سني. طيب ليش شنو هذا التصنيف الطائفي؟ وعلى فكرة جهاز مكافحة الإرهاب أكد هذه المعلومة ولم ينفها. شلون أكدها؟ هسا أقول لكم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب خلونا الصورة يا شباب دقيقة لو سمحتوا رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن كريم التميمي عرضونا إياها على الفول سكرين يا شباب شكراً الفريق الركن كريم التميمي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب شو يقول؟ يقول السبب في ذكر حقل المذهب في استمارة التطوع هو تحقيق العدالة بس اسمعوا الجملة عذر أقبح من ذنب تحقيق العدالة بين مكونات الشعب في جميع المحافظات المختلطة بعض المصطلحات المسمومة ولكي تأخذ جميع المكونات استحقاقها في الانتماء إلى جهازنا. ليش هو ما يكفي انه هو عراقي؟ ما يكفي انه هذا الشخص يكون عراقي حتى يحس انه هو جزء من هذا البلد وماخذ حقه واستحقاقه؟ ألا يكفي ان يكون عراقيا فقط مسلم اذا كان مسلما؟
لو لازم تثبتون شيعي أو سني حتى تصير أكو انتقائية، حتى تكثر الطائفية وتتجذر في هذه الأجهزة الأمنية. عذر أقبح من ذنب يعترف به رئيس جهاز مكافحة الإرهاب بكل صلافة، أنه حتى نحقق العدالة. أي عدالة؟ العدالة بتجزئة المجتمع وتفريقه، العدالة بتوسيع الشرخ ما بين أبناء البلد الواحد. إيش راح يفرق؟ سؤال، إيش راح يغير أو يفرق إن كان سنياً أو شيعياً؟ إذا كان ينتمي إلى جهاز مكافحة الإرهاب أو أي جهة حكومية أمنية، إيش راح يفرق؟ المفروض إذا كان هذا الأمر لخدمة العراقيين، هذه الجزئية خانة المذهب تشطب تلغى. عموما خلونا نسمع مظلوم من صلاح الدين. تفضل يا مظلوم. سيد مظلوم حياك الله. شلونك استاذي؟ شلون صحتك؟ اخبارك؟ كل الهلا يا مظلوم. احنا من صدق مظلومين. احنا صلاح الدين وبالاخص من ناحية يثرب. نعم. بيوتنا فنشوها. بيوتنا حرقوها. املاكنا كلها انهبت وانسلبت، واخذوها شكوا شيء ثمين بالبيت. ورا هذا الشيء جابوا تيارات مال الوالي او سيارات حطوهم بالبيت، تفجر واحترق بالكامل. نعم. قدمنا على التعويض، قدمنا على للحكومة، المركز المدينة في صلاح الدين، البغداد، هاي المعاملات مالتنا وما تمشي، هاي كلها وما تمشي، المعاملات مالتنا كلها ما تمشي. أمي ليه ما تمشي؟ احنا فلح، احنا للأمانة فلح، لا عدنا مبايض ولا عدنا، قال لا راحة ولا جنة. أنا كنت فلوحتنا هسر يتقدم قلت على قولتك على وزيرة الدفاع، الداخلية، الشرطة، الروح أحد يستقبلنا. أنتم من ناحية يثرب السوانا احنا اشبيها ناحية يثرب يعني اشبيها اشبيها ناحية يثرب حتى يعاملوكم يقولوا لكم أنتم من ناحية يثرب. شنو مشكلة يثرب؟ احنا من ناحية يثرب، احنا من ناحية يثرب من تفلشت بيوتنا. نعم. من طرف داعش او من طرف جهات اخرى، احنا ما عندنا تعويض. نعم. تعويض ما انطونا ولا يقول ننطيكم تعويض. طيب ابو سيد مظلوم، انا طبعا هذه الرسالة وهذا الصوت ان شاء الله يصل الى من يسمع. انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا، رغم انه هو مو موضوعنا اليوم في هذه الحلقة من هذا البرنامج، لكن ان شاء الله تكون هي فرصة ايضا لحضرتك انه اوصلت صوتك الى من يسمع، انه اهالي ناحية يثرب اللي دمرت بيوتهم ومناطقهم بسبب الحرب مع داعش، بسبب داعش وميليشيات الحشد والقوات الحكومية اللي دمرت هذه المحافظات وهجرت اهلها، ماكو تعويض للناس، فلوس التعويضات راحت بالجيوب، مؤتمر اعمار الكويت وغيره فلوسه وين؟ الله اعلم. حيدر العبادي المفروض يجاوب بس ما جاوب. عموما نرجع لموضوعنا الاساسي مشاهدينا الكرام رجاء الالتزام به، وهو الموضوع الفتن الطائفيه المثاره من قبل احزاب العمليه السياسيه. ما الاستفاده اللي راح تجنيها هذه الاحزاب من اثاره القضايا الطائفيه والاستخدام هذه المصطلحات اللي هي دلالاتها واضحة ومقاصدها واضحة وأهدافها أيضا قد تكون واضحة على البعض لكن قد تكون خافية أيضا على آخرين، ولذلك يعني نحاول نوصل إلى الإجابة الصحيحة والواضحة لهذه التساؤلات. ويانا أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب حياك الله. الله بحييك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال الفتنة ملعون من أيقظها، بأي صيغة؟ طائفية، عنصرية، كذا. الإمام علي عليه السلام لما كان حاكم في الكوفة، الخليفة الرابع، وهو إمام وولي ووصي وخليفة، ذات يوم بعد أن أكمل الصلاة وارتقى المنبر صعد ألقى خطبة، بعدين سمح للناس بأنه كل من عنده سؤال أو كذا. فأحد الموجودين
من الصحابة والتابعين رفع إيده قال له يا أمير المؤمنين أنت إمام وولي ووصي وخليفة. قال له نعم. قال له ولكنك في النهاية أنت إنسان تولد وتعيش وتموت. قال له صحيح. قال له من نتخذ بعدك؟ يعني يقصد إذا متت. نعم. قال له أن نتخذ المسلم الظالم أم نتخذ الكافر العادل؟ قال لهم خذوا الكافر العادل. نعم. يقول فضج كل من في مسجد الكوفة. قال له ونحن مسلمون؟ قال له نعم. قال له كيف؟ قال له الظالم العادل هو في النهاية فرد عليه ظلمه ولكم عدله. صحيح. قال له زين والمسلم المسلم الظالم قال له هو أيضا في النهاية فرد له إسلامه شنو قيمته لنا الدين دين الجماعة. قال له وعليكم ظلمه. فإحنا القصد أنه احتراب صار من 2003 إلى الآن هذا سني وهذا شيعي وهذا عربي وهذا كردي وتركماني وما أعرف منه. هم أبناء بلد واحد. هاي بصفنا تركيا 300 قومية بيها. هاي الهند 450 قومية. ماكو دولة بيها قومية صافية واحدة ودين واحد ومذهب واحد. زين هذول الموجودين في سدة الحكومة الأحزاب لو عدهم غيرة وعدهم شرف انتمائهم يكون للبلد مهما يكون ابن بلد يعني ما انطي بيه بغض النظر ان يكون ظالم ولا مظلوم. زين انتوا تقولون الحقبة مال النظام السابق دمرت العراق وكذا. زين انتهت ذيك الحقبة مر عليها جيل كامل انتوا سويتوا الجواب لا شيء. زيادة في الاحتراب والقتل وسلب أموال الناس. يعني بلد أغنى دولة بالعالم شعبه يقدي أبو زينب أبو علي من الديوانية قال أرضى باليهودي أنه يحكمني إذا كان راح يبني راح يعمر راح يقدم خدمات. هم ليش مسوين الموضوع أنه والله السني ما يقدم ما يرشح بالمحافظات الجنوبية؟ ليش؟ لأن هو سني من ذيك المناطق إيش عنده يرشح بالجنوب وأهل الجنوب ابن الجنوب ما يصير. ليش هذه التفرقة وهذا التقسيم؟ ليش هو اللي يولد ويعيش في محافظة مثل الأنبار على سبيل المثال إذا كان وطني شريف نزيه ما يقدر يدير محافظة مثل النجف أو كربلاء أو مثلا الناصرية مثلا الديوانية أو غيرها ما يقدر ذي قار أو القادسية أقصد ما يقدر يديرهن إذا كان هو نزيه وشريف؟ والعكس صحيح أبناء هاي المحافظات حكر عليهم أو العفو ممنوعين من إدارة محافظات أخرى في مناطق مختلفة. ليش سووا هاي الجزئية وحددوها وخصصوها بالانتخابات؟ أولا هاي المحافظات اللي تقول يعني من بغداد وانت نازل للجنوب هاي مو 100% شيعية خالصة. يعني بغداد اشقد بيها سنة الحلة اشقد بيها كربلاء حتى مسيح بيها زين البصرة النجف الديوانية اسمح لي السماوة الناصرية البصرة العمارة بيها سنة وكذلك بالرمادي شقد اكو شيعة صحيح وكذلك صحيح. في الموصل مو موجودين شيعة مضبوط هي مو هذا الكلام. زين الأكراد ما بيهم شيعة تركمان ما بيهم سنة عجيب يعني هي هاي شوف الوتر الحساس المؤذي اللي يلعبون عليه هذول اللي جايين اللي هم أثبتوا فشلهم وأثبتوا نحكيها بصريح العبارة أنه يقول لك الشيعة انظلموا. طيب ما أنتوا ظلمتوا الشيعة بعد سقوط صدام أكثر من ظلم صدام اللي هو سني بمليون مرة. وأنا أحكي لك أنا شيعي ومن النجف دمرونا وعلى قتال المرة طلعت قول ما الله إن شاء الله يأخذهم ونخلص. يعني عيانة ذبحانة كتلانة وشو اللي بحصلي أبو زينب؟ نعم أشكر حضرتك شكرا جزيلا أكتفي وياك بهذا القدر. ويانا أبو علي من بغداد تفضل يا أبو علي حياك الله. محمد كل الهلا يا أبو علي. شلونك حيني؟ الله يسلمك حياك يا أبو علي. محمد هاي المعطاسية ترى من زمان يعني لكن يوم صح خميس الخنجر يقول الموت السنية يعني هذا ما حد يجيبه بالطاري. لا بس أجابك على كيف. أنا أدري أنت شو تريد على كيف بس لحظة. ذولا كلهم اللي بالعملية السياسية بلا استثناء
هم يلعبون على أوتار الطائفية والتفرقة وإثارة الفتن كلهم بلا استثناء. فحتى ريحك، أنا أعرف أنت شنو بداخلك يا أبو علي، حتى ريحك من هذه من هذا الطرح، جاوبني شنو الاستفادة اللي راح تجي على المجتمع العراقي لما يجي واحد مثل عمار الحكيم، بدل ما واحد يقول له اسكت وسد حلقك ويا قانون تعال حبسه لأن دي يتكلم بأسلوب طائفي، أو هو أو مقتدى الصدر أو نور المالكي أو قيس الخزعلي أو شيء هذا شو اسمه، المهم مو مهمين هم من هم ذولا، القصد هادي العامري، القصد ذولا المفروض اكو قانون يجي يحبسهم بتهمه تقال او توازي تهمه الارهاب. لا نشوفهم زعماء ويقولون عليه الحجي والشيخ والزعيم والمادري منه. وين القانون اللي يحمي العراقيين من خطر الطائفيه يا ابو علي؟ ليش متحكي هذا الكلام رايح لي على خميس الخنجر وغيره؟ احنا بلد العراق بلد احتياطي، كل واحد يعبر رايه، ديمقراطيه. احنا كانت ناطق اي تركيا، مو اكو ناطق سيد ايران، كل من على هوا وعلى مزاجه. هسه احنا انت في بلد ديمقراطي يا ابو علي؟ ابو علي انت في بلد ديمقراطي تعيش؟ ابو علي بس اسمعني انت تعيش في بلد ديمقراطي يا ابو علي؟ بلد طبعا هسه ذاك اليوم ما حصل وياه يقول ذاك اليوم بالامارات واحد حتى احتايا قال الامارات. بس جاوبني هسه لا تعوفنا من الامارات، عوف الامارات عوف. انت ابني مثل الامارات وبعدين تعال احكي على الامارات، عوف الامارات. قل لي اسمعني يا حبيبي، لا اله الا الله، لا اله الا الله يا حبيبي. طيب بس على كيفك، هدي اعصابك. سالتك سؤال ماذا تجاوب عليه. انت تعيش في بلد ديمقراطي؟ يعني انت هسه اذا مشيت بالشارع، و انت حر تعيش في بلد ديمقراطي، وقلت ابو مهدي المهندس ارهابي، يعني ما راح يخفوك ورا الشمس مو؟ هذا ابو مهدي مهندس خط احمر استاذ محمد. تمام الديمقراطيه. شكرا ابو علي. ابو علي انت لما تعرف مفهوم الديمقراطيه ان شاء الله نتكلم شنو مفهومها وشنو حريه الراي وشنو حريه التعبير يا ابو علي. من تحط خطوط حمراء وتاج راس ومقدس ما طخه، انت هنا ما تعرف شيء عن الديمقراطيه ولا عايشها ولا تعرف شيء عن حريه الراي والتعبير. هو مو شتائم والفاظ نابيه، لا هو رأيي أنا أشوف هذا الشخص بعد ما قرأت سيرته الذاتية وتابعت نهجه وسياسته، هذا شخص إرهابي. تمام؟ لما أنا أقول عليه إرهابي، هاي حريتي، هذا رأيي، هاي قناعتي أنا. لو أكو ديمقراطية ونظام حر وحرية رأي وتعبير، المفروض ما تعرض لأذى. جرب أمشي بالشارع وقول هذا الكلام، إذا رجعت لبيتك سليم أنت في بلد ديمقراطي. خلونا نسمع آخر شيء أراء العراقيين مشاهدينا الكرام في الاستطلاع الآخر. الأحزاب دمرت الشعب كله ودمرت الدنيا. أي شغلة يمي الأحزاب، دمار العراق ثلاثة أرباع من جهة الأحزاب السياسية، ما في استفادة الشعب من جهة الأحزاب السياسية. والله رئيس الوزراء المفروض يقدمه مجلس النواب على مود يصير قانون بهاي الشغلة. والله هم ذول الأحزاب فاسدين وعملاء وخونة ويردون يبقون ممسكين بالسلطة، فأحد أدواتهم للإمساك بالسلطة هو إلهاء الشعب بهذه الأمور التي لا تفيد الوطن، وهم ناس ما يحبون مصلحة الوطن والمواطن، فيثيرون الطائفية في سبيل أنه يفرقون الشعب، وهو على مدى آلاف السنين شعب موحد ويرفض هذا الشيء. فأنا أرفض جملة وتفصيلا كل إنسان يثير الطائفية أو يتبناه. والله يا أستاذ ما عندنا قانون وما عندنا سلطة، عصابات تحكم البلد والقانون على مزاجهم. لن متماسك. تنجح ولم تنجح إن شاء الله. مجتمع العراق متماسك وجميع طوائفه ومذاهبه وأعراقه متماسك، وهم ذاهبون ونحن نبقى.
هي أكيدة ومقصودة، بين فترة وفترة يحاولون يعيدوها حتى يأذون الشعب والبلد. بس يعني هم يفكرون العالم أو العالم بعدها على جهل. لا، الطفل الرضيع بهاليوم صار سياسي ويعرف بالسياسة وش يصير بالبلد. يعني ما يخلون الناس والشعب ترتاح أبدا. لا، هو متماسك ضد الطائفية، ولكن بعضهم يشتغلون من جوا لجوا أو بسكوت أو بس أريد رد سريع أخير على أبو علي من بغداد. سيد أبو علي، دول الخليج العربي المحيطة بنا دول بها تعدد بالمذاهب أيضا، يعني بها شيعة وبها سنة، الكويت، عمان، السعودية، الإمارات، البحرين، بها مذاهب وبها طوائف، وما لي علاقة بالسياسة الخارجية والتوجهات الخارجية لهاي الدول والملاحظات اللي من هنا وهنا، وجهات النظر اللي مأخوذة على هذه الدول، ما لي علاقة. أنا دا أتكلم عن الجزء اللي يتعلق بالخدمة الداخلية تقدمها الحكومات، حكومات هذه الدول إلى شعبها. تكلمت عن الإمارات أنت وتقول الإمارات وما إمارات. الإمارات وغيرها من دول الخليج المحيطة بينا، والأردن وتركيا وإيران، إيران هاي اللي ثارت الفتن وأشعلت الصراعات عندنا، تقدم لأبناء بلدها خدمات، إعمار، بنية تحتية، مستشفيات، طرقات، مترو أنفاق، جسور وغيرها. أنت اسأل ذولا اللي هم حالهم حالنا، هم عندهم تعدد مذاهب وطوائف، احنا ليش مدى نعمر؟ العامري ليش مدى يبني؟ المالك ليش ما بنى؟ السوداني ليش مدى يبني ويقدم خدمات؟ اسأل هذا السؤال بدل ما تقول الإمارات هيك تسوي بالمعتقلين، السعودية هيك تسوي بالمعتقلين. احكي لي عن الخدمات وعن الإعمار وعن وضع جواز السفر والحالة، انه لما تذكر اسمه سعودي او اماراتي او تركي او كذا، شلون المجتمع الدولي ينظر له وشلون ينظر لك. اشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، والى اللقاء.